الغذاء الصحي، إلى جانب أن الأكل لذيذ وممتع، إلا أن لديه فوائد أخرى، فهو يعطينا العناصر اللازمة لأجسامنا كي يقوم الجسم بوظائفه الحيوية، ويزودنا بالطاقة التي نحتاجها في حياتنا، فضلاً عن أنه يقوي جهاز المناعة ويحمينا من الأمراض. لذا عاداتنا الغذائية قد تكون معززة للصحة، أو على العكس تماماً قد تكون مضرة للصحة، وهذا يدفعنا إلى التوقف قليلاً لنفكر بالتغذية الصحية وفوائدها. إذن ما هو الطعام الصحي؟ ببساطة وبدون تعقيد، هو نمط طعام منوع ومتوازن وبشكل يومي ومستمر. منوع يعني من كافة المجموعات الغذائية، ومتوازن يعني بكميات محددة. والمجموعات الغذائية هي الفواكه والخضار، النشويات، الحليب ومشتقاته، اللحوم ومنتجاتها، الأطعمة الدهنية، والأهم المحافظة على شرب 8 أكواب ماء على الأقل يوميا. لكن لماذا يجب أن يكون غذاؤنا منوعا؟ لأن كل نوع يحتوي على عناصر مختلفة عن النوع الآخر، ولكي نعيش بصحة جيدة يحتاج جسم الإنسان لكل العناصر الغذائية، مثل البروتينات، الفيتامينات، الألياف، والمعادن والدهون، الكربوهيدرات، والماء طبعا. وهذا هو التوازن من حيث الكمية والنوعية. وخبراء التغذية ينصحوننا أن يكون غذاؤنا يحتوي على ألوان كثيرة ومن مصادر طبيعية قدر الإمكان، وهذا التنويع والتوازن يضمن للجسم تغذية صحية. والتغذية الصحية تقلل من خطر الأمراض المزمنة. كذلك الأكل الصحي يقوي مناعة الجسم ويزيد من قدرته على مقاومة الفيروسات والأمراض، بالإضافة إلى أن الأكل الصحي يحمينا من الإصابة بالسرطان. ويجب ألا ننسى أن الأكل الصحي يحافظ على الذاكرة، ويحسن المزاج، ويساعد على النوم. وعندما يكون الغذاء صحيا نحافظ على وزن صحي وأسنان وعظام قوية. تذكر، ابتعد عن الأكل المصنع والمشروبات الغازية، قلل من السكر والملح والدهون، تحرك أكثر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة، خذ قسطا كافيا من النوم والراحة، وابتعد عن التدخين. وبهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بحياة صحية. هيا نخبر أصدقائنا وأهلنا
عن نمط الحياة الصحي